الرحمن الرحيم. بداية نرحب بموقع zeucity.net، واحد من رواد المواقع الإلكترونية بالمنطقة الشرقية. جزيل الشكر لكم. نعطي نبذة عن جمعية نادي النصر للفنون الحربية. بالنسبة للجمعية تأسست في بداية الثمانينات، وبالضبط أبريل سنة 1982. جمعية رياضية رائدة المستوى المنطقة الشرقية. في الحقيقة أعطت يعني مجموعة من الرياضيين على المستوى الدولي ومستوى العالمي، وكان لها الفضل في أنها زرعت بذور رياضة التيكواندو ورياضة الفول كونتاكت والكيك بوكسين بالمنطقة الشرقية. كان كذلك لها الشرف في مشاركة مجموعة من الأبطال الرياضيين على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الدولي، بل هناك من مثل الجمعية ومثل المدينة في ملتقيات عالمية ومثل المنتخب المغربي. الحمد لله الجمعية من رواد تاع الجمعيات بهذا المدينة. من بين أهم الإنجازات اللي حققتها جمعية نادي النصر للفنون الحربية بزيو أنها استطاعت أن تحتل المرتبة الأولى بالمغرب في رياضة الكيك بوكسين والفول كونتاكت لسنتين متتاليتين 2008 و9 و2010 و11. يعني ماشي من السهل باش شي جمعية تحقق الإنجاز، وإنما يتحقق بفضل المجهودات تبذل على مستوى النادي، خصوصا المدربين وكذلك منخرطي الجمعية، اللي في الحقيقة احنا الحمد لله كما قلنا الجمعية تاريخية أنجبت أبطال رياضيين كبار، يعني هما اللي درسوا هذا المادة وهذه المادة الرياضية في مدينة زيو، واستطاعوا باش أنها تنتشر على مستوى جميع أنحاء التراب الوطني. واللي بغيت نقول أن عندنا أبطال اللي تمكنوا أنهم يديوا بطولة المغرب في رياضة الكيك بوكسين لأزيد من 4 مرات، كما حصل الأمر بالنسبة لمحمد بن قشار في وزن 67 كيلوغرام. يعني أعطى الشيء الكثير لهذه الجمعية، دا بطولة المغرب ل4 مرات أو 5 مرات لم أعد أتذكر. كذلك محمد الدويري هو كذلك من الأبطال الرياضيين اللي تمكنوا باش يديوا بطولة المغرب لأزيد من 5 مرات أو 4 مرات. شاركوا مع المنتخب المغربي في ملتقيات عالمية. بصفة عامة الجمعية أنجبت أبطالا كبار سواء في رياضة التيكواندو أو في رياضة الكيك بوكسين. لا يفوتني أن أشكر كذلك اللي زرعوا هذا الرياضة في مدينة زيو، السيد محمد أصغر واحد من مؤسسي هذه الرياضة، وكذلك ميمون أصغر، محمد عنوري. هؤلاء أبطال رياضيين كبار، يعني يرجع لهم الفضل في تطوير هذه اللعبة، ونبلغ لهم سلام حار وهم الآن في ديار المهجر. كذلك الجمعية ديالنا يعني كدير واحد طمن رمزي فقط بالنسبة للمنخرطين، وذلك من أجل تشجيع الأبطال الرياضيين ومن أجل تحفيزهم على العطاء على أكثر. وكذلك هنا أن نشير أن من بين أهداف الجمعية أن يكون هناك واحد التوازن بين دراسة المنخرط خصوصا بالنسبة للتلاميذ، وكذلك بالنسبة للتلاميذ والطلبة أن يكون هناك التوازن بين الدراسة وكذلك بين ما هو في المجال الرياضي. عموما الجمعية ديالنا رغم العراقيل اللي كتعرفها الرياضة بصفة عامة سواء في مدينة زيو أو في المغرب، إلا أنها ما زالت وما زلنا الحمد لله وبالتضحيات ما زالت يعني تعطي وتنجب الأبطال وتربي الأجيال اللي كانت منا. احنا دابا الجيل ديالنا الحمد لله كيعطي دابا، وكما سبقوا الأجيال اللي عطاو وغادي يجيو أجيال أخرى إن شاء الله يعطيو في هذا الرياضة بصفة عامة.
كما قلت يعني الثمن رمزي فقط من أجل تشجيع المنخرطين وتشجيع الآباء باش يستقطبوا الفلذات أكبادهم إلى النادي من أجل على الأقل تربيتهم وتعليمهم. واحد من الرياضات يعني الراقية جدا و خير من الخروج للشارع فعلا، والابتعاد عن ما هو يعني ما هو يضر بفلذات أكبادنا، التدخين والمخدرات. حفظنا الله وحفظ أولادكم جميعا. وفي الأخير يعني نشكر موقع زيو سيتي على اهتمامه بالمجال الرياضي، الحمد لله بتلقائية وعفوية كيهتم بالقطاع الرياضي. يعني أنا جيت يعني بصفتي كرئيس الجمعية، تلقيت الأخ الباكوري هنا في الجمعية الرياضية يود أن يعني أن يعمل ريبورتاج حول الجمعية نادي النصر وحول رياضة التيكواندو والفول كونتاكت. شكرا جزيلا زيو سيتي للاهتمام الرياضي وتشجيع كل الطاقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا المختارين في جمعية نادي النصر الفون والحربية، بدأ نقول نشكر زيو سيتي في المنتيل ديال السعر الجديد الدخول على هذه الاستضافة، وفي نفس الوقت كان هذه فرصة يعني تعرف مجموعة من الأبطال اللي ما ظاهرينش في الساحة المحلية أو في الساحة الوطنية، ولكن في نفس الوقت الشرف للجمعية والجميع الأبطال. مدرب أمين القرية، مدرب جمعية نادي النصر بالكرة الحربية، حصل الحزام الأسود في الدرجة الأولى، مشارك في عدة ملتقيات دولية ووطنية من أبرز الملتقيات، كاين حصل على المرتبة الثالثة في الدوري الدولي بمدينة وجدة، وكاين يعني كاين إنجازات أخرى. وبين أهم الملتقيات كان الدوري الأول يعني اللي تنظف في المغرب المسمى من طرف الجامعة الدولية الجيوان، كما كاين هاد الجيوان يعني فيه بعض كيتجمع واحد المجموعة من النقاط اللي كتأهل أنك تشارك في الأولمبياد. الحمد لله يعني ما كنقولوش ما كاينش نتيجة، ولكن الحمد لله ثلاث نقاط مزيان حق زينا باش نزيدو نقدام ونزيدو نتشجعو. حنا الحمد لله كان بالحد الصغير كنوجدو مجموعة من التقايات من بين هادي يكونوا وطنية ودولية داخل وخارج المغرب. نتمنى هذا يكون حافز لينا باش نزيدو القدام، ويكون الأبطال ديالنا الصفر يعني يزيدو القدام. لحد الساعة واحد تكوين مجموعة من الأبطال كتاكيت يعني من بينهم فيتيان كتاكيت والشبان باش يتأهلوا إن شاء الله يكونوا حان او حسن بنا على شلال.